السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. اليوم في هذا اللايف هذا نحاول ندير واحد بلان دانستالاسيون دو شونتي. دونك نتمنى يكون واحد التفاعل وتبارطاجيو لو ماكسيموم باش نبداو ان شاء الله في لانستالاسيون دو شونتي. دونك كل مرة نبقاو ندير لكم لي لايف على سوا لاشين يوتيوب سوا soit à la Facebook, la page Facebook, Inch'Allah. Donc, on va être très bien partagé pour que vous puissiez faire des choses.
دونك غنبداو على بركة الله، نتمنى كلشي يبارطاجي. دونك على بركة الله الإخوان، غنحاولوا نبداو في اللايف ديالنا كما كتشوفوا معنا هنايا. الو، عندي واحد البلان دانستالاسيون دو شونتي، غنعرفوا كيفاش غندير واحد لانستالاسيون دو شونتي، يعني في واحد البروجي اللي عندك. الو، كما قلت لكم الإخوان، غنحاولوا نشوفوا واحد البروجي، درنا ليه واحد لانستالاسيون شونتي كما كتشوفوا معايا هنايا. نحاولوا نشرحوا كيفاش غدير لانستالاسيون شونتي ديالك، يعني بزاف ديال المراحل في هاد لانستالاسيون شونتي بيان سور. دونك اللي عنده اي تساؤل مرحبا به، حنا راه الاشاره قدر المستطاع بيان سور، ونتمنى كلشي يبارطاجي هذا اللايف هذا باش تشجعونا بيان سور. دونك على بركه الله غنبداو. دونك قبل ما نبداو، دونك بونسوار، دونك كيما قلت لكم الاخوان، حاولوا ما امكن اي واحد دخل يخلي لي ام تيت كومونتير، يخلي ام تيت لايك بيان سور. اللي مازال ما ابونيش باش يقوم بالاشتراك في القناه، فهي قناه ديما ديالكم ماشي ديالي، وانما ديالكم للاستفاده ديالكم ديما. دونك غنبداو لانستالاسيون شونتي كيما قلت لكم الاخوان، يعني لي زيتاب ديال لانستالاسيون شونتي، يعني كدرس شونتي ديالك، البروجي ديالك كيفاش غدير ليه واحد لانستالاسيون شونتي، وكيفاش غتجيري يعني لي ماتيريال لي ماتيريو اي انسي دو سويت في داك شونتي باش يجي داكشي مبيان اورغانيزي اي انسي دو سويت. الوغ في الاول مثلا عندك ان بروجي كيما هنايا، عندنا واحد الكونستريكسيون كيما كتشوفوا هنايا، عندنا واحد الكونستريكسيون اللي هي هادي كونستريكسيون، وعندنا يعني واحد لي سباس هنايا. حنا عندنا يكون عندنا مثلا بليزيور دو كونستريكسيون هنايا، ولا دي باتيمون مثلا، بليزيور باتيمون هنايا دايرين، هذيك حاجه اخرى. ولكن ديما غتعرف فين غتحط لا غرو ديالك، غنهضروا على هادشي كامل، فين غتحط لي ماتيريال ديالك، فين غتحط لي ماتيريال، لي بيرو دو شونتي، لا زون كوفراج، لا زون فيراياج، لو سونترال بيتون، وغتشوف عاوتاني او ميم طون، يعني لا زون، لا زون ديال يعني شحال كتشد لك لا زون، شحال كتشد لك، يعني باش تشوف فين غدير لا غرو ديالك، او ميم طون كتشوف لي سباس. هادشي مهم بزاف الاخوان، يعني اول حاجه كتجي ليها ملي اول حاجه كدير راه لانستالاسيون دو شونتي. الوغ اول حاجه هي لانستالاسيون دو شونتي. الوغ ملي كتمشي نتايا باش تدرس هاد الشونتي هذا، غتشوف شنو فيه، يعني شنو لي سباس اللي عندك، لي مويان اللي عندك، باش تعرف تجيري الشونتي ديالك، باش دير واحد لانستالاسيون وما تعاودش. يعني ما غاديش دير مثلا فوالا غنديروا لي باراكمون هنايا، ابخي تقول لهم لا حكا ما خدامينش لي باراكمون هنايا، غنديروا لا غرو ديالنا، ولا غنديروا لي ماتيريو ستوك دي ماتيريو، ولا انسي دو شويت. اوكي، دونك ملي كتحط اي حاجه، ملي كتحط اي حاجه كتحط في المكان المناسب ديالها، وما كنعاودوش باش ما نضيعوش الوقت. اون فوا كتجي كدير لانستالاسيون دو شونتي ديالك فيت في. اوكي، دونك نتمنى هذه تكون واضحه. اي حاجه يعني ما فهمتوهاش ولا بغيتوها، خليوها ليا في الكومونتير ونحاول نشرحها لكم ان شاء الله. دونك هانتوما كيما قلت لكم الاخوان، نحاولوا نشرحوا هاد لانستالاسيون شونتي اللي عندنا. الو، عندي الكونستريكسيون، فو عندي الكونستريكسيون هي هادي، صافي. الو، ملي جيت انايا اول حاجه درت، عرفت بان الكونستريكسيون يعني كندرس داكشي في البلان. الو كندرس داكشي في البلان قبل ما نخرج الشونتي. الو عندي البلان فيه كلشي، في يعني في البلاصه فين غيكون، وعندك
يعني بزاف ديال لي مويان باش تعرفهم غير من البلان كدرس داكشي. ابخي ملي تمشي للشونتي كتشوف داكشي اللي حطيتي في البلان واش هو هذاك، او بيان كتموديفي شي حوايج الى داكش مثلا لي مويان باش دير لاغرو مثلا بحال هنايا خصك تكحزها شويه لهاد الجي وهذا، وكتموديفي داكشي. اون فوا كتحط لانستالاسيون في الشونتي راه ما بقاش تعاود ليه نهائيا. الو اول حاجه فاش كنبداو الاخوان في لانستالاسيون شونتي بيان سور راه هو مير كلوتور. الو هاد لي مير هذا اول حاجه هي كلوتور. الو علاش الكلوتور؟ الو الكلوتور كنديروا الكلوتور على اساس باش الشونتي يعني لا فيزيبيليتي ديال الشونتي باش يبان لك لي فيكتيف اللي هما خدامين تمايا معاك في داك البروجي. يعني ما كانش ما غادي اصلا ملي تكون انت داير الكلوتور ما يمكنش اي واحد اللي جاي يدخل، سي نورمال كيجي لاكسي راه كيكون فيه واحد الاحساس مثلا كتشوف اللي داخل كيشوف اللي داخل واللي خارج، دونك ما يمكنش اي واحد جاي غيدخل لهاد الشونتي هذا كيما بغا يدور كيما بغا. لي فيكتيف اللي كاينين عندك في داك البروجي هما اللي كيكونوا. هذا هو لو رول ديال الكولتور ديالنا. وميم طون باش يعني بزاف ديال الحوايج، وميم طون يعني باش تا لا سيكوريتي على اساس يعني شي حاجه ديال السرقه ولا شي حاجه ديال هكا وهكا، بزاف ديال الحوايج داخلين في هذا الشيء. دونك بلا ما نتعمقوا في هذا الكلوتور هذا، المهم اول حاجه في لانستالاسيون شونتي كتمشي كدير الكلوتور ديالك، ابخي كتشوف فين عندك لي سباس. الوغ فين عندك لي سباس كبير مثلا بحال هنايا، الوغ بحال هنايا عندنا واحد الوغ الكونستريكسيون ديالنا هي هادي، حطينا مثلا لاكرو هنايا، علاش ما نحطوش لاكرو في هاد الجهه هادي؟ الوغ علاش ما نحطوش هاد لاكرو في هاد الجهه هادي؟ نحطوها هنايا ونحطو مثلا هنايا لي باراكمون، ايوا ما نحطوهم هنايا كيما حطيتهم هما هنايا لي باراكمون ولي بيرو دو شونتي بيان سور، ايوا ما نحطوهم هنا، نجي نحطوهم هنا ونرد لا كرو ديالي هنا لهاد الجي. الوغ ديما ملي كدرس يعني كدرس الشونتي ديالك باش نكونو يعني كدرس الشونتي ديالك شنو كتشوف؟ اول حاجه كتشوفها هي كتشوف فين عندك اكبر مساحه للستوك ديالك ديال لي ماتيريو بيان سور، و سونترال ابيتون الا كانت عندك، يعني سونترال ابيتون كتهز لنا واحد ليسباس وميم طون كيكون حداها لي ماتيريو، حيت ما يمكنش باش تفصل يعني باش دير مثلا سونترال ابيتون عندك هنايا ولي ماتيريو ديالك كتجيبهم من هنا.